النهاردة هنشرح شابتر 3. شابتر 3 بيتكلم عن الكترومغناطيك اندكشن. الكترومغناطيك اندكشن ده لو عندي ماجنت وواير وموشن يديني الكتريستي، ماجنت وواير وموشن يديني الكتريستي. على فكرة في الشابتر اللي فات اللي هو شابتر 2 احنا خدنا لو عندي ماجنت وواير والكتريستي كان بيديني موشن اللي هي الفورس، فاكر؟ لا فاكرها؟ ترك الفورس والتورك. كنت بجيب واير واحطه جوه ماجنت ماشي، ودخل وادخل الكتريستي الكتريستي في الواير، كنت لقيت الواير ده يديني بيتشاط موشن. بيتحرك. يبقى اذا لو عندي ماجنت وواير والكتريستي كان بيديني موشن موشن. احنا في الشابتر دوت هنعمل عكس الشابتر اللي فات، هنجيب هنعمل الالكتريستي. احنا الموشن عشان نجيب الالكتريستي. الالكتريستي العادية بنسميها ايه؟ EMF. الالكتريستي لو جاي من البطارية بنسميها ايه؟ EMF. لكن لو احنا اللي عاملينها بنسميها induced EMF. يعني الالكتريستي دي هنسميها ايه؟ induced EMF. والعملية ان انت تعمل كهرباء اسمها electromagnetic induction. عملية ان انت تعمل كهرباء اسمها ايه؟ الكترومغناطيك electromagnetic induction. اقول تاني؟ طيب ده اللي فات اللي احنا خدناه القديم. كان عندي لو عندي بطارية، البطارية دي بتزق الالكترونز اللي فين؟ اللي في الواير. البطارية دي كأنها عندها الكترونز، عندها الكترونز وبتزق الالكترونز اللي في الواير. فبما بتزق الالكترونز اللي في الواير تبدأ الالكترونز ايه؟ تتحرك، يبقى عندي كهرباء. العربيات دي كأنها هي الكهرباء، هي الاي. وكنا بنقول ان انا عندي اي ام اف. الاي ام اف دي كانت بتساوي ايه؟ الورك دان، او الديفاين بتاعها الورك دان تو ترانسفير يونت تشارج ثرو ذا هول سيركت اوت سايد اند انسايد ذا سورس. بمعنى ان الاي ام اف دي القديمه اللي هي بتاعه البطاريه، احنا بنراجع على القديم عشان بس نعرف الفرق بين القديم لو عندي كهرباء من البطارية أو كهرباء أنا اللي عملتها. دي كهرباء جاية من البطارية. البطارية دي تعتبر إيه؟ مخزن للإلكترونز، فبتبدأ تطلع إلكترونز. فالإلكترونز اللي عندها لما تطلع تبدأ تزق الإلكترونز. ما الواير ده أصلا عنده إلكترونز، الواير ده ميتال، والميتال بيبقى عنده فري إلكترون في آخر إيه؟ في آخر ليفل. فالبطارية دي لما تطلع إلكترونز من عندها تبدأ الالكترونز تزق بعضها، تبدأ الالكترونز تزق ايه بعضها، تبدأ الالكترونز تتحرك جوه الواير. لما تطلع الالكترونز بقى اكتر واكتر يبدأ كأن عندك ايه؟ موشن اوف الكترونز. الموشن اوف الكترونز دي كانت هي الكهرباء، كانت هي الاي ام اف، كانت هي الاي اللي ماشي في الواير. يبقى عندك كهرباء، بس عندك كهرباء منين؟ من البطارية. ده الكلام القديم اللي احنا خدناه. احنا النهاردة عايزين نعمل احنا الكهرباء، مش نجيب كهرباء من البطارية، لا عايزين نعمل احنا ايه؟ الكهرباء. خدنا حاجة اسمها الفاي. الفاي كان اسمها ايه؟ الكترومغناطيك او ماجناتيك فلوكس، ماجناتيك فلوكس لاين، ماجناتيك فلوكس لاينز، او كنا بنقول عليها ماجناتيك فلوكس بس ماشي. طيب البي بنسميها ايه؟ ماجناتيك فلوكس دنس. البي بنسميها ماجناتيك فلوكس دنس. ما احنا عايزين نعمل بس بنفكر بعض مين الفاي ومين البي ماشي. ادي مين البي. الفاي دي اسمها ايه؟ ماجناتيك ماجناتيك فلوكس، فلوكس. البي دي اسمها ايه؟ ماجناتيك فلوكس دنس. ماجناتيك فلوكس دنس. الفاي كانت بتساوي ايه؟ الري اوفر الفاي كانت بتساوي بي في ايه؟ اريا. لكن البي بتساوي فاي على ايه؟ الكلام ده مش خدناه؟ طب دي اليونت بتاعتها، دي اليونت بتاعتها وبر بير متر سكوير او تسلا. طيب لو عايز اديفاين الفاي It's a number of magnetic flux density per unit area. ايه number of magnetic flux density دي؟ magnetic flux line per unit بير يونت اريا. يبقى انت كده بتديفاين البي، لان هي الفاي لما الاريا ب 1
لكن الفاي هي number of magnetic flux lines passing normally through any area. دي number of magnetic flux lines passing normally through unit area. هنا خلى الاريا بكام؟ 1. ماشي، لكن دي any area، دي any area، يبقى دي الفاي. يعني لو any area يبقى هي الفاي. ماشي؟ any area any area يبقى ده انا بديفاين الفور. unit area يبقى انا بديفاين البي. فاكر الكلام ده؟ وقلنا لازم الماجنتيك فلكس لاينز دي تكون ايه؟ بيربنديكولار على الاريا. لو مش بيربنديكولار بنعمل لها ايه؟ ريزوليوشن. في الحاله دي كان لما نعمل لها ريزوليوشن كانت هتبقى الفاي بتساوي ايه؟ بي كوزاين سيتا. ماشي؟ طيب احنا خدنا في القديم لو عندي كويل وماجنت وكارنت كان بيديني ايه؟ موشن. النهارده فاراداي بيقول لو عندي كويل وماجنتيك فيلد وموشن هيديني كارنت. كارنت او هيديني بقى، مش هنقول كارنت، الكهرباء اللي احنا هنعملها هنقول عليها انديوسد ايه؟ اي ام اف. يبقى لو عندي ماجنت وواير وموشن يديني انديوسد اي ام اف الكتريستي. ماجنت وواير وموشن يديني الكتريستي او انديوسد اي ام اف. مين اللي قال كده؟ فاراداي. فاراداي. يبقى فاراداي قال لو عندي كويل وماجنت وكرنت، ده مش فاراداي بقى، يديني موشن. ده القديم. فاراداي جه وقال لو عندي كويل وماجنتيك فيلد وموشن يديني انديوس دي ام اف. تعال نشوفها كده. ادي الماجنت وادي الكويل وادي الموشن. بص كده، طول ما في موشن في كهرباء، طول ما في موشن في كهرباء، وقف الموشن مفيش كهرباء. طب ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه السر ان الماجنت لما بيتحرك حوالين الواير بيديني كهرباء؟ الماجنت ده مطلع ايه؟ ماجنتيك لاينز. الماجنتيك لاينز بتيجي عند الواير وتخوف الالكترونز اللي جوه. الالكترونز اللي جوه لما الماجنتيك لاينز بتيجي عندها، يعني لو سي مثلا ده الواير وده الماجنت، وانا عمال احرك الماجنت عند الايه؟ الواير. عند الواير. الماجنتيك لاينز بتعمل ايه؟ بتمشي من خلال المين؟ الواير. الماجنتيك لاينز دي انفيزبل، فبتعدي كده من ايه؟ من الواير. لما تعدي من الواير وهي معديه تحرك الالكترونز اللي جوه، تديها على قفاها، تقوم الالكترونز تتحرك. لما الالكترونز تتحرك يبقى عندي ايه؟ كهرباء. يبقى الماجنتيك لاينز لازم تكون ايه؟ بص كده، ممكن تكون الماجنتيك لاينز جايه عند الواير بس مفيش كهرباء. لازم الماجنتيك لاينز دي تكون بتتحرك. طب ليه بتتحرك؟ عشان تدي الالكترونز اللي جوه على قفاها، عشان الالكترونز اللي جوه ايه؟ يتحرك. لو ما اديتوش على قفاها مش هي ايه؟ مش هيتحرك. عشان كده لازم شرط ان انا يكون عندي ماجنت وكويل، والشرط الثالث يكون عندي ايه؟ موشن. لو الموشن وقفت انت بطلت تضرب الالكترونز اللي جوه، الالكترونز اللي جوه هت ايه؟ هتقف. طول ما انت بتتحرك، طول ما انت عمال تضرب الايه؟ الالكترونز اللي جوه. بس الكهرباء اللي بتطلع دي غريبه شويه. ليه؟ تعال نجي لها يمين تجي لنا شمال، نجي لها شمال تجي لنا يمين. يعني دايما بتعاكس الايه؟ دايما عكس الموشن. الموشن يمين تيجي لنا شمال، شمال تيجي لنا يمين. وطول ما في موشن في كهرباء. الموشن وقفت الكهرباء تقف. ليه بقى؟ عشان بطلنا نضرب الالكترونز اللي ايه؟
اللي جوه، الالكترونز اللي جوه طول ما احنا بنضربها، طول ما هي بتتحرك، بطلنا نضربها مش هتتحرك. اقول تاني، ممكن نشوفها بطريقة تانية اهي. ادي الماجنت، الماجنت ده مطلع ماجنتيك لاينز، ماجنتيك لاينز لما انت تحركها هتبدأ تحرك الالكترونز اللي جوه دي. شايف دي؟ دي الالكترونز، تعالى كده حرك. طول ما انت بتحرك هي عمالة تعمل ايه في الالكترونز اللي جوه؟ الماجنتيك لاينز بتاعت الماجنت عمالة تضرب الالكترونز اللي جوه، فالالكترونز اللي جوه عمالة ايه؟ تتحرك. طول ما الالكترونز بتتحرك يبقى فيه كهرباء، الالكترونز بطلت تتحرك يبقى مفيش كهرباء. اقول تاني، يبقى عندي ماجنت وكويل وموشن يديني كهرباء. على فكرة في السد العالي بيولدوا الكهرباء كده، السد العالي فيه مية ورا السد كبيرة كتيرة، يروحوا فاتحين في السد، في فتحات في السد بينزلوا منها المية كده، المية تنزل على حاجة زي الساقية كده بنسميها توربين، التوربين ده المية بتنزل عليه بيلف بيلف، بيخلي الماجنت دايما في حالة ايه؟ موشن. يبقى عندك موشن وكويل وماجنت، يبقى عندك كهرباء. يعني الكهرباء اللي جاية من السد دي مش مكلفك أي حاجة، أنت بتفتح جاست بتفتح المية على إيه؟ على التوربين ده، فبيلف فيديك كهرباء. أو تاني، مفهوم؟ طيب الموضوع اللي احنا بنعمله ده اسمه ايه؟ الكترومغناطيك اندكشن. احنا عمالين نعمل حاجة اسمها الكترومغناطيك، يعني كلمة الكترومغناطيك اندكشن يعني بتطلع الكتريستي، يعني بتولد الكتريستي، يعني بتعمل انت كهرباء الكتريستي او بتعمل كهرباء، عشان كده بنسميها ايه؟ انديوس دي انديوس. ام اف. لكن الكهرباء بتاعت 1 اللي هي جايه من البطاريه بنسميها اي ام اف بس، لكن الكهرباء دي بنسميها ايه؟ انديوس دي ام انديوس اف. دي ام اف. يبقى الموضوع ده او البروسيس دي عباره عن يوزنج الماجنتيك فيلد بتاع الماجنت تو بروديوس اي ام اف، او ممكن نقول الديفاين بتاع كتاب المدرسه بتاع الالكتروماجنتيك اندكشن. الالكتروماجنتيك اندكشن بيقول ايه بقى؟ It is a phenomena in which an induced EMF if and also an induced current or ما generator انت لو عندك EMF يبقى عندك induced. induced current. طالما في induced EMF يبقى في induced current، ولو في induced current يبقى في induced EMF. ما هي الكهرباء عبارة عن ايه؟ V و I، لو V موجود يبقى I موجود، ولو I موجود يبقى V Okay. موجود. are generated in the coil on plugging a magnet into or withdrawing out of it. يعني لما اقرب الماجنت او ابعده بيبقى فيه ايه؟ induced EMF او induced current. العملية دي بنسميها ايه؟ electromagnetic induction. اقول تاني، مين اللي عمل الحوار ده؟ فاراداي. فاراداي. اه، الكويل اللي انت شايفه ده الماجنت عمال يتحرك حواليه، هيبقى فيه كهرباء؟ اه هيبقى فيه كهرباء. طب الكويل ده هيبقى فيه كهرباء؟ اه هيبقى فيه كهرباء. حتى الجالفانومتر اهو عمال يعمل ديفليكشن، بس خدت بالك الديفليكشن عمال يتعكس، لان الراجل ده عمال يعكس الموشن. لو اتحرك يمين الكهرباء تجيله في اتجاه معين، اتحرك شمال الكهرباء تيجي في الاتجاه التاني، زي ما خدنا من شويه كهرباء نجيلها يمين تجينا شمال نجيلها شمال تجينا يمين، يعني هي عكس الموشن. وقلنا ايه السر في ان الماجنت بيخلي الالكترونز اللي جوه تمشي؟ قلنا الماجنتيك لاينز بتاعت الماجنت لما بيقرب الالكترونز اللي جوه بص بتخاف وتجري. طب ارجع تاني، الالكترونز اللي جوه بترجع تاني، تمام كده، فيبدأ عندي كهرباء. عشان كده الكهرباء اللي انا عاملها دي تعتبر اي سي. ليه؟ لان لو الماجنت بيقرب، لو الماجنت بيقرب بتمشي في الاتجاه ده كده عندك كهرباء بس ماشيه شمال، لو بعدت الماجنت هيبقى عندك كهرباء بس ماشيه يمين يمين. معاه؟ فعشان كده بنقول ان الكهرباء عكس الموشن، او الدايركشن اوف موشن بيأثر على الدايركشن بتاع الالكتريستي حسب انت ماشي ماشي في اي اتجاه. بص كده، هو الاي سي اللي فيها اكتر من دايركشن واحد صح؟ اه الاي سي بيبقى تو دايركشن، لكن الدي سي بيمشي في اتجاه واحد. يعني لو عملنا كومبير كده بين الاي سي والدي سي،
تعالى نرسم كده الاي سي. الاي سي بيبقى كده ماشي في 2 دايركشن، عشان كده بقول عليه alternating current. ده اللي احنا بنعمله هنا، لان بص الكرنت مره ماشي يمين، مره ماشي كده، ومره ماشي كده. بص في الرسمه اللي قدامك هتلاقي الكرنت ايه، بيتقل. لما هو يعكس الموشن الكرنت بيتعكس. فالكرنت لو مثلا في البوزيتيف يبقى في النيجاتيف، لكن الدي سي الكرنت بتاع البطاريه بنسميه دايركت كرنت عشان بيبقى واخد فيكسد فاليو. لو البطاريه مثلا ب 5 بيفضل طول عمره بكام؟ ب 5، ياخد فيكسد فاليو على طول كده. اقول تاني، فاكر في الشابتر ده، في شابتر 2، لو كان عندنا سولونويد، السولونويد ده مشي فيه كهرباء، مش كان السولونويد ده بيولد حواليه ماجنتيك لاينز؟ الماجنتيك لاينز دي كنا بنجيب النورث والساوث ازاي؟ كنا بنشوف الكهرباء ماشيه ازاي. والله لو لقينا الكهرباء ماشيه كده يبقى الماجنتيك لاينز ماشيه ازاي؟ كده طبقا اللي عندي الرايت هاند رول، كنت بخلي ده يمشي مع الكهرباء، بقيت الصباع ده يقول لي الماجنتيك لاينز ماشيه ازاي، يبقى الماجنتيك لاينز ماشيه كده. ماشيه كده فين؟ جوه، يعني ده الساوث وده النورث، لانها جوه بتمشي من الساوث للنورث، لكن بره من النورث للساوث. يبقى انا لو عرفت، لو هنا في كهرباء يبقى في نورث وساوث، زي الرسمه اللي قدامك دي، السولونويد لما اتولد فيه كهرباء بقى ليه نورث وايه؟ ساوث. بس النورث والساوث بتوعه عمالين يتغيروا، ليه؟ عشان الدايركشن بتاع الكهرباء عمال يتغير. هقول تاني، انا هشبه لك البتاع دي، الكهرباء اللي بتتولد هنا دي، انها عامله زي البنات. البنات تقرب لها، بص لما انت بتقرب وده نورث تعمل لك هي ريبالشن، انت بتبعد وده نورث تعمل لك اتراكشن، تعمل لك ده اس. بمعنى تعالى كده قرب، هتروح عامل لك هنا ايه؟ ان، عشان تعمل لك ريبالشن. انت بتجري وراها هي تكرف لك، ماشي؟ انت تبعد عنها تجري هي وراك، فتقوم عامله هنا ايه؟ اس، عشان تعمل لك ايه؟ اتراكشن. اقول تاني، طيب احنا قلنا لازم الماجنتيك لاينز تكون ايه؟ لازم الماجنتيك لاينز، الماجنت دايما بيتحرك. طول ما الماجنت بيتحرك، طول ما الماجنتيك لاينز عماله ايه؟ تعمل انترسكشن عند الواير هنا وتدي الالكترونز على قفاها تخليها ايه؟ تتحرك. لو الماجنتيك لاينز دي ثبتت هيبقى في كهرباء؟ تمام. يبقى شرط اساسي عشان تطلع كهرباء ان الماجنتيك لاينز دي تكون بتتغير. كلمه بتتغير يعني دلتا على دلتا تي، صح؟ مش لو عايز اقول ان في حاجه بتتغير بقول دلتا على دلتا تي. مين اللي بتتغير؟ الفاي. يبقى لازم يكون في دلتا فاي على دلتا تي. يعني ايه دلتا فاي على دلتا تي؟ ان الماجنتيك لاينز اللي دي اللي طالعه من الماجنت ما تكونش ثابته. الماجنتيك لاينز دي لو ثبتت الواير او الكهرباء اللي في الواير هتبقى بكام؟ بزيرو. طول ما الماجنتيك لاينز انت عمال تحركها، طول ما في كهرباء عمال تحركها باستمرار، يبقى عمال تعمل فيها تشينج، يبقى في حاجه اسمها دلتا فاي على دلتا تي. يبقى كلمه دلتا فاي على دلتا تي معناها ان الماجنتيك لاينز دايما في حاله موشن او في حاله حركه. بنعبر عنها ازاي او بنقولها ازاي؟ ريت باي ويتش، ممكن نقولها اللي تشينج اوف ماجنتيك فلكس. مش قلنا الماجنتيك لاينز عماله تتحرك او الماجنتيك فلكس عمال يتحرك، الفاي دي عماله تتغير عماله تتحرك، يبقى ممكن نقول ايه؟ اللي تشينج اوف ماجنتيك فلكس بير يونت تايم. عايز تقول اللي تشينج اوف ماجنتيك فلكس بس، عادي. او ممكن نقول الريت باي ويتش كوندكتور كات لاينز اوف ماجنتيك فلكس، المعدل اللي بيقطع بيه الايه؟ الكوندكتور بيقطع بيه اللاينز. وممكن اقولها العكس، ريت باي ويتش ذا لاينز كات ذا كوندكتور، لان انا ممكن احرك الماجنت وممكن احرك الواير نفسه. على كده اوريك ان انا ممكن احرك الواير نفسه ويديني نفس الايه؟ النتيجه. تعالى كده اهو، احنا هنا بنقول ادي ماجنت واير وموشن يديني الكتريستي. طب ما انا ممكن احرك الواير نفسه.
حوالين المجنت، تمام؟ يبقى بنقول rate by which the conductor ال wire cut magnetic lines أو rate by which magnetic lines cut the conductor، أو ممكن نقول rate of change of magnetic flux. أو تاني، ها؟ لو فهمنا الحتة دي، لو عرفنا كلمة دلتا فاي على دلتا تي، هي دي أساس الشابتر، هي دي اللي مبنى عليها كل حاجة. يعني لو احنا عرفنا معنى كلمة دلتا فاي على دلتا تي، يبقى احنا فهمنا ايه؟ فهمنا جزء كبير من الشابتر. يبقى كلمة دلتا فاي على دلتا تي معناها ايه؟ rate by which the conductor cut the magnetic lines، أو rate by which the magnetic lines cut the conductor، أو rate of change of magnetic lines، اللي هي كأني بقول rate of change of magnetic flux. ما هي magnetic flux هي المagnetic lines. أقول تاني، ايه رأيك بقى الكلام ده كده؟ an electromotive force is the if the conductor is induced its direction depend on the direction of motion of the conductor relative to the field. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكهرباء اللي احنا بنعملها هنا الدايركشن بتاعها بيعتمد على الدايركشن اوف موشن. بص كده، احنا بنتحرك لجوه، الكهرباء جت ايه؟ بره شمال. تعالى اتحرك العكس، الكهرباء بتجي لك يمين. ما احنا لسه قايلين ان هي دايما في عكس الايه؟ الموشن. بتجي لها شمال تجي لك يمين، تجي لها يمين تجي لك شمال، تقرب لها تكرف لك، تبعد عنها تجري وراك. طب اقرا ده كده، the magnitude of the induced electromotive force is proportion to the rate by which the conductor cuts the lines of magnetic flux linked with it. يعني اعبر عنها ازاي؟ اكتبها ازاي دي؟ خلاص خلصنا دي. تعالى بقى نقول دي the magnitude of the induced electromotive force is proportional. magnitude of induced electromotive force دي اللي هي الاي ام اف، proportional مع مين؟ rate by which the conductor cut the magnetic lines، اللي هي احنا لسه قايلين عليها ايه من شوية؟ الكلام ده لسه قايلينه من شويه، مع كان معناه ايه؟ rate by which the conductor cut the magnetic lines، او rate of change of magnetic flux، او rate by which the magnetic lines cut the conductor، اللي هي كان اسمها ايه؟ دلتا فاي على دلتا تي. في ايه مالك؟ يبقى ليه ما في دايركت مع مين؟ دلتا فاي. ايه معنى كلمة دلتا فاي على دلتا تي؟ rate of change of magnetic lines. أو إيه تاني؟ The rate by which the magnetic lines cut the conductor. أو إيه تاني؟ The rate by which the conductor cut the magnetic lines. تمام. طيب إيه رأيك كده دي؟ The magnitude of the induced electromotive force is proportional to the number of turns. معناه إيه الكلام ده؟ بيزيد لما النمبر اوف تيرنز اوف كويل. يبقى ممكن اكتبها ازاي؟ عايز اكتبها زي دي كده، اكتبها ازاي؟ ام اف دايركت بروبورشن تو ان اف. يبقى اقول لي ام اف دايركت مع مين؟ مع الام. ده اللي قال كده مين؟ فاراداي. فاراداي قال ايه؟ اقرا تاني كده. The value of the induced electromotive force is proportional to the rate by which the conductor cuts the lines of the magnetic flux linked to it. دي اكتبها ازاي بقى؟ EMF directly proportion delta phi over delta t. طب وراء number two. The magnitude of the induced electromotive force is proportional to the number of turns. يبقى دي هكتبها كده، الـ EMF دايركت مع الدلتا فاي. احنا بنريبيت الكلام ده قلناه لسه من شويه.
بس بنعيده عشان نحفظه. يبقى ليه ام اف دايركت مع دلتا دلتا فاي فاي على دلتا تي، وليه ام اف ودايركت مع دايركت الان مع الان؟ مين اللي قال الاثنين دول؟ فرضي. فاراداي. يبقى فاراداي قال ان الاي ام اف دايركت مع الان في الدلتا فاي على دلتا تي، او دايركت مع الان ودايركت مع الدلتا فاي على دلتا تي. كلمة دلتا فاي على دلتا تي معناها ايه؟ ريت اوف تشينج اوف ماجنتيك فلكس، او ريت باي ويتش ذا كوندكتور كات ذا لاينز، او ريت باي ويتش ذا لاينز كات الكوندكتور. في كلتا الحالات، في كلت في الثلاث حالات انت بتقول ان الماجنتيك فلكس لاينز مش ثابته، عماله تتحرك او تتغير. طالما هي مش ثابته يعني في دلتا على دلتا تي بالنسبه للفاول، يبقى في كهرباء، لان الماجنتيك لاينز لو ثبتت يبقى انت سبت شرط من الشروط الثلاثه اللي احنا بنقول عليهم، اللي انت لو عندك ماجنت وواير وموشن يبقى عندك كهرباء. انت كده الموشن لغيتها، يبقى مش هيبقى عندك كهرباء. طيب العلامه دي، علامه الدايركت، ممكن اشيلها واحط ايكوال وكونستنت. الكونستنت طلع بكام؟ ب 1. يبقى ليه ام اف بتساوي ان في الدلتا فاي على الدلتا تي؟ ليه ام اف بنقيسها بايه؟ خدناها في شابتر 1 بالفولت. طب الفاي بنقيسها بايه؟ الان ملهاش يونت، تيرن دي مش يونت. الفاي بنقيسها بايه؟ بالويبر والتايم. يبقى ممكن نكتب ويبر بير سكند. كان عندنا البي بتساوي ايه؟ فاي على ايه؟ يبقى الفاي، يبقى الفاي بتساوي ايه؟ بي في ايه؟ يبقى ممكن اشيل الويبر اللي هي الفاي واحط بي اللي هي تسلا في الاي اللي هي متر سكوير. يبقى ممكن اشيل الفاي واحط ايه؟ بي في ايه اللي هي تبقى ايه؟ ممكن اشيلها واحط تسلا في متر سكوير بير سكند. اقول تاني؟ طيب في نيجاتيف كده نزلت، في واحد اسمه لينز حب يحط التاتش بتاعه، فراح معدل على مين؟ على فاراداي، وراح حاطط له نيجاتيف في القانون. قال له لا يا فاراداي انت كنت غلطان، المفروض القانون ده يكون فيه ايه؟ نيجاتيف، عشان الدايركشن العكس، لان هو اللي لاحظ ان الكهرباء نيجي لها يمين تيجي لنا شمال، نيجي لها شمال تيجي لنا يمين. ده اللي لاحظ الموضوع ده. لكن فاراداي هو اللي ايه؟ اللي اكتشف اصلا ان السلك بيبقى فيه كهرباء لو حركته جوه ماجنتيك فيلد. يبقى ذا نيجاتيف ساين ان ذا ابوف ريليشن انديكيت ذا دايركشن اوف انديوسد الكتروموتيف فورس او الانديوسد كارنت اوبوز التشينج برودوسنج ايت اللي هي الموشن. اهو بص، بتقرب لها تعمل لك نورس عشان انت ايه؟ عشان تعمل لك ريبالشن، تقرب لها تكرف لك، تبعد عنها تجري وراها. مين اللي قال كده؟ لينز. لينز بيقول ذا انديوسد كارنت ماست بي ان ا دايركشن such as to oppose the change producing it، لازم يكون عكس الموشن. اقول تاني؟ طيب تعال نشوف الفيديو ده كده. ايه اللي حصل في الفيديو ده؟ هنشغله بس من تاني. الراجل ده جاب اتنين، الراجل ده جاب ايه؟ جاب تيوب، جاب تيوب من الجلاس وتيوب من الالومنيوم، وجاب اتنين ماجنت قد بعض بالظبط، ده ماجنت وده ماجنت. هيحط الاتنين ماجنت جوه الايه؟ جوه التيوبس. بص بتاعت الجلاس نزلت بسرعه جدا، بتاعت الالومنيوم خدت فتره على ما نزلت. طب ليه؟ عشان البرميابيلتي اعلى. الالومنيوم ما بيزودش البرميابيلتي، الالومنيوم ما بيحصلش بينه وبين الماجنت اي اتراكشن،
لو عايز تعرف الألمونيوم ده ألمونيوم فعلا ولا مغشوش، وانت بتشتري طبق ألمونيوم تاخد معاك ماجنت، لو لزق يبقى مضروب، ما لزقش يبقى ألم يبقى ألمونيوم صح، لأن مفيش أي أتراكشن بين الألمونيوم وبين إيه؟ المجد. الماجنت. يبقى إذن الموضوع ملوش علاقة بالأتراكشن أو إن ده بيرميابيليتي أو ده. هنا الماجنت اللي نازل في الجلاس والماجنت اللي نازل في الألمونيوم، لو نازل في الجلاس بقى عندك ماجنت وواير وموشن، بس هنا مش هيبقى فيه كهرباء عشان الجلاس ده ما بيوصلش كهرباء. طب اللي نازل في الألمونيوم بقى عندك ماجنت وواير وموشن، بقى عندك انديوس دي ام اف، والانديوس دي ام اف دي هتعمل ايه؟ هتعمل ريبالشن، فالريبالشن ده يعطل الماجنت شويه، مش احنا بنقول ان هي دايما عكس الموشن، هو نزل تحت فهو نازل تحت فهي هتحاول ترفعه لفوق فتعطله فتخليه ينزل بعدها بفترة. يبقى ده تطبيق او ده بيوضح لينز لو. اقول تاني؟ طيب ممكن اضيف هنا يونت جول بير كولوم، لانك خدت من زمان ان الفي بتساوي دبليو على كيو، خدت في شابتر 1 ان الفي بتساوي دبليو على كيو، الفي اللي هي الفولت ودبليو بنقيسها بالجول وكيو بالكولوم، ماشي؟ طيب الاي ام اف في دايركت مع مين؟ دلتا فا دلتا تي. والاي ام اف في دايركت مع مين؟ الان. مين اللي قال كده؟ فاراداي. يبقى لو انا عايز اديفاين فاراداي هقول الكلمتين دول او التو ايكويشن دول بس بالكلام. نقولهم ازاي؟ زي انديوز دي الكتروموتيف فورس از بروبيشنال مع دلتا فا دلتا تي اللي هي ايه؟ rate by which the conductor cuts the line and number of turn. يعني هو بيقول دول بالتفصيل، يعني الـ EMF بيقولها induced electromotive force، العلامة دي proportional، الدلتا فا دلتا تي rate by which the conductor cut the magnetic lines، ماشي؟ واللي induced EMF direct proportional مع مين كمان؟ مع الـ number of turn. أقول تاني؟ طيب تعرف تقوله؟ The induced electromotive force is directly proportional to the rate of change of the